بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على ساعة أكرمنا المولى سبحانه وتعالى أن نتذاكر فيه في أفضل بقعة من بقاع الأرض عند بيت الله الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا الأجر. والساعة ساعة شهود لله سبحانه وتعالى بأن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالوفود إلى هذه الأماكن الطاهرة. وحقيقة المعرفة أن نعرف فضل المولى سبحانه وتعالى وكرم المولى سبحانه وتعالى، ونعرف نعرف هذه المعاني وهذه الألفاظ وهذه الفضل من المولى سبحانه وتعالى بالارتباط بالصالحين كما ذكر أخونا وحبيبنا محمد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقين من أهل الله سبحانه وتعالى الذي أكرمهم المولى سبحانه بصدق المقال وصدق الوجهة إليه سبحانه وتعالى. لأن في زمان نحن نريد أن نرتبط بالصالحين لأجل لا نزلق ولا نخرج عن الصراط المستقيم، أهو صراط الذين أنعمت عليهم أنعم المولى عليهم سبحانه وتعالى. لأن الإنسان في هذه الدنيا هو ماشي في طريق، والطريق لا يمشي فيها الإنسان إلا بدليل، والدليل يكون عارف بالطريق. وأفضل الأدلة هم الذين هم هؤلاء الصادقين الذي ذكرهم المولى سبحانه وتعالى. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا إن شاء الله بالصالحين وبسيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. يكرمنا المولى إن شاء الله تعالى وإياكم في هذه الساعة بتمام القبول والسول إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.